بعض الأنظمة والقوانين في مراكز التعقيم في منطقة الخليج وفي الدول العربية وفي الدول العالمية. وضعنا آلية لاعتماد وتأهيل المحكمين مميزة جدا وقد تكون نادرة، حيث أنها تجمع ما بين المتطلبات الوثائقية والمؤهلات الأكاديمية إضافة للخبرات الفنية، وبعدها اختبار تحريري ثم ينتقل بعدها إلى المقابلة الشخصية. احنا حريصين جدا على مد جسور التعاون والتواصل ما بين مراكز التحكيم في الدول العربية، في جمهورية مصر العربية وفي دول المنطقة بشكل عام، للاستفادة من التجارب والخبرات السابقة. كما حرصنا على عمل مركز تدريب وتأهيل في مركز التحكيم الهندسي السعودي بالتعاون مع هيئة المحكمين ومراكز التحكيم التجارية والهندسية الأخرى في المنطقة، ونعمل بجهود وبإذن الله تضافر الجهود ما بين مراكز التحكيم في منطقة الخليج والعالم العربي لتوحيد الأنظمة بأكبر شكل ممكن لاختصار الوقت وتوفير كثير من الجهد والأموال على الأطراف المتحكمين في القضايا الهندسية.